بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، عباد الله، حظيت أمة النبي صلى الله عليه وسلم باهتمام خاص في كتاب الله عز وجل، ويكفي أن هذه الأمة كانت من بركات دعاء أبي الأنبياء نبي الله إبراهيم، وكان في حديث عن الإمامة وعن الريادة وعن القيادة وعن الشهادة، حيث قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة في الخير. ولذا سمى الله عز وجل إبراهيم أمة، لأنه كان قدوة. كلمة أمة هنا بمعنى القدوة. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله تعالى، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنحن أتباع النبي الله إبراهيم، ولذا تجد دائما الحديث عن الملة، والحديث عن الأمة، والحديث عن التوحيد، والحديث عن الإسلام، والحديث عن العبودية، والحديث عن العبادة، والحديث عن التقوى، يقرن القرآن بين إبراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بين إبراهيم وأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أنتم هذه الأمة المسلمة، أمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت أمة الإسلام، وباقي العالم نسميها أمة الدعوة، التي ينبغي أن نتحمل المسؤولية في دعوتها إلى الإسلام، لأن الله عز وجل جعلنا كذلك، وجعل هذه الأمة من أجل ذلك. لم نخلق ولم نعدل أنفسنا، والأمر غريب نكون إحنا دي مهمتنا وإحنا أبعد ما نكون عن ذلك، بل نحن في ظروف الله بها علينا. قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيمة ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى في آخر سورة الحج: وجاهدوا أولها، عشان دي بداية الرسوخ، وبداية التمكن، وبداية الأمة،
بدايتها بهذه العبودية لله، مآلها عاقبتها هدفها تقوى الله عز وجل. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الرب واحد والغاية واحدة، تحقيق العبودية لله عز وجل الذي هو معنى الإسلام. الإسلام يعني الاستسلام، يعني الانقياد، يعني الخضوع، يعني التذلل، يعني إفراد العبودية لله عز وجل، يعني الانقياد لشرع الله. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. دي الغاية الكبيرة اللي بدأ بها أول نداء في القرآن، أول نداء في القرآن في الربع الأول من سورة البقرة: يا أيها الناس. ما هي مهمتكم؟ ما هي الدعوة للناس جميعا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأين هذه المهمة؟ مهمة أن نعبد الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه ينبغي أن تكون العلامة الكبيرة، العنوان الكبير، المدخل لنعلم ما هي تلك الأمة. وبعدين: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. أمة مجتباه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، اسمع، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، الله هو الذي سماكم. وفي هذا: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أين نحن هذه المهمة؟ الرسول شهيد على هذه الأمة، والشهادة تعني الدعوة، تعني البلاغ. لما كان يخطب الجمعة في يوم عرفة، في يوم جمعة خطبة عرفة، وقت عرفة، يقول: اللهم إني قد بلغ وشير إلى مين؟ إلى أصحابي. اللهم إيه؟ فشهد. الشهادة تقتضي البلاغ. الرسول بلغ وهو شهيد علينا. ما هي أمتنا؟ أن نبلغ ونكون شهداء على الناس، وإلا ليس لنا أي قيمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة تعتبر مركز في كل شيء، وسطية في كل شيء، ومرشدة وقائدة ورائدة. فين الكلام ده؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعشان تكون أمة لابد تظهر لها تلك المعاني: قبلة واحدة، كتاب واحد، رسول محمد صلى الله عليه وسلم، قرآن، قبلة، أمة عظيمة. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. عودوا لأمتكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. لو احنا فعلا كده يبقى نخت، فنعم المولى ونعم النصير. لو نريد ولاية الله، نريد نصرة الله، لازم نمشي بهذه المهام كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يعني الإسلام يا أمة الإسلام. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعتها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إما الشريعة في الله وإما الأهواء، إما العلم وإما لا يعلمون الجهل. شوف، اسمع: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض
والله ولي المتقين. يا من تبحث عن الولاية والنصرة لا تتبع أهواء الذين يتبعون أهواءهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش هيسيبوك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الناس بتعرفوا كده، لازم تعرف انت بتنتمي الى من، من قائده، ما هي غايته، ما هي مهمته، فين احنا من الكلام ده. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه، هي انت أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وشوف البركة الدعاء التاني، ربنا وعد فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عايزين إيه أكتر من كده خير؟ ما تسناش كده ضايعين. ربنا أرسل فينا أعظم إنسان، أعظم إنسان في الوجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأخشى الناس لله وأقرب الناس إلى الله وأتقى الناس لله. ليه؟ ثلاث مهام. إحنا فين من مهامنا؟ يتلو عليهم آياتك، والآية الثانية ويزكيك، كمان شوية حكيم، ويعلمك الكتاب والحكمة، وإلا وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، ضلال مبين، أو يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وإنما في جهل، جهل شديد، عشان يكون في الهدى المبين والعلم الواضح البين. امسك في النبي عليه الصلاة والسلام، مش هتمسك في النبي إلا لو مسكت في كتاب ربنا. فين تلاوة القرآن؟ فين التزكية بالقرآن؟ فين تعلم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، حتى تقوم هذه الأمة؟ واسمع، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. شوف يا أخي وتدبر، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يرغب عن غير يرغب فيه، عكس يرغب في الحاجة عايز مش فيه، يرغب عن زاهد. مين ده اللي زاهد ومين ده اللي مش قادر ومين ده اللي معرض عن سيدنا إبراهيم إلا السفيه؟ شوف، ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. فين؟ ومن ذريتنا امه مسلمه لك تقتدي بنبي الله ابراهيم. هذه الامه يا امه الاسلام، يا امه القران، اسلمي لله عز وجل وتدبري هذا المعنى. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا، واتخذ الله ابراهيم خليلا. فين هذه الامه اللي تنشغل بان تسلم وجهها لله وتنقاد لله وتتوكل على الله وتبحث الولايه والنصره من الله؟ فين التوجه الى الله؟ فين اليقين بالله؟ فين التوكل على الله؟ فين التمسك في هذه المعاني العظيمة من خلال تلاوة القرآن والتزكية والتنمية؟ فين التعليم؟ فين التعليم أساس نهضة الأمة؟ في أول أربع خمس آيات في سورة العلق، اقرأ مرتين وعلم مرتين وعلم وقرأ. فين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. جيبها معجزة طبية في بداية القرآن، بيتكلم عن معجزة بيتكلم فيها أساس الطب وعلماء الأجنة، وبيوري لك العرق اللي هو حاجة بتعلق في جدار الرحم، ويصورها لك من أول يوم لغاية من كام، تسع شهور.
اقرأ وربك الأكرم. مرة ثانية، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذا علم مرتين ويعلم مرضى ويقرأ مرتين بالقلم، فأول ما نزل الوحي أين نحن من القلم ومن علم وعلم وتعلم؟ وتاني سورة تنزل على القلب النبي عليه الصلاة والسلام اسمها سورة القلم، تاني سورة بعد سورة العلم سورة اقرأ، وثالث سورة المزمل، ورابع سورة المدثر، وخامس سورة سورة الفاتحة. نحن بس نمسك الخمس سور دول وننشرهم قدامنا ونمسك المعاني، والله تخلص. امسك سورة كده العلق، وامسك سورة القلم، وامسك سورة المزمل، وامسك سورة المدثر، وامسك سورة الفاتحة، واعتبرها ده المعلم الأساسي اللي انت تمشي فيه طول حياتك، هتحل مشاكلك كلها. اقرا خمس ست تفاسير في المزمل وتعرف يعني ايه كيف تبنى امه، وكيف منهج التلقي، وكيف عشق القران لدرجه انه وصل بهم الحال. فنزل قوله تعالى: ان ربك يعلم انك تكون ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عما لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر القرآن. ما تسيبش سؤال. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، بالرغم من ده كله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فين؟ فين؟ هذه المعاني فين؟ عودة الأمة للقرآن، عودة الأمة للصلاة للتهجد للبكاء للبحث عن مخرج من هذه الأزمة التي دخل بسببها النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين زوجي النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. دخل عليها يوما فزعا فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رتم يأجوج ومأجوج وحلق بهاتين الإصبع والإصبع هذا والأنيه، حلق بهاتين فتح خلاص فتح الرتم، لا إله إلا الله. فتح اليوم من رتم يأجوج ومأجوج وأيقظ صاحب الحجرات عشان تصلي، وهو الموضوع إيه بس بالي أو أمه يصلي. مين فينا وش عايش؟ احنا عايشين في الفتن، شايفين دول، شايفين العراق، شايفين سوريا، شايفين اليمن، شايفين ليبيا، شايفين تونس، شايفين اللي بيحصل فين؟ كلها ريموت وكلها رايح جاي على ناس مالهمش لازمه تسمع لهم. ده ربنا عز وجل بيقول لك: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم وانت عمال لابس فيهم، عمال يبنوا قلبك فتن وانه قلبك اضطراب وشك ونفاق اكتر، يهزوا مشاعرك ويكونك بلبلت دينك ويهزوا، وقاعد بتسمع ده وده وده وانت عمال تقول دول غلط ودول منحرفين ودول بيقبضوا لهم كذا مليون ولازق برضه. وربنا بيحذرك يقول لك: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا ما تقعدش فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. شوف الآية اللي تحذر أكثر: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اسمع: إنكم إذا مثلهم. يا الله، وبرضه عديم، وبرضه حكاوي أهاوي، وبرضه ماسك بالسيجارة وقاعد رجل على رجل، والناس عايشة في فوضى وعايشة في فتنة وعايشة في أزمة، وأنت قالك إنك هنا مش عارف إنها جاية تطلق بابك هذه الفتنة. قوم يا أخي اتوضى وصلي لله ركعتين وابكي واطلب المدد من الله والرحمة من الله. فين مهمة هذه الأمة اللي ربنا جعل الخيرية بهذا؟ قال عز وجل: كنتم خير أمة. مش لكم، مش أمة كده مع نفسكم، لا، أخرجت للناس. فين المعنى؟ المعنى اللي فهمه الصحابة ربع
عباده، بس لما أسلم بقى قائد، قائد داخل على قائد الفرس رستم. ورستم يعيره ولا انتوا كنتوا مأكلكم شربكم كنتوا تاكلوا الجرابيع والعقارب، ايه اللي جاب؟ شوف الإجابة، بيقولوا مين اللي جابني وليه جابني؟ ما الذي جاء بكم؟ فكان نفسه لسه هيتنطط على هؤلاء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عارفين مهمتهم، عارفين يعني ايه أخرجت للناس، عارفين يعني ايه قول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج إخراج الناس، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عارفين إن هو ينتسب إلى الأمة الوسط، الأمة الشهيدة، الأمة الشهيدة، الأمة المصطفاة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا الدين، بهذا القرآن مع اختلاف الدرجات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يا أمة يا مصطفى، يا أمة يا مجتبى، يا أمة إليك مهمة تروحي للعالم ده كله تنوري تطلعيهم من ظلمات الكفر النور، الإيمان وظلمات الجهالة إلى نور، العلم والفقه والسماحة والخير والتوحيد والفطرة. ماذا يقول هذا الربع؟ يقول ما الذي جاء بكم؟ ماذا قال؟ الله، الله ابتعثنا، شوف ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. مين يعرف يجاوب على السؤال بالطريقة دي ويقول تنمية بشرية ويقول مش عارف كلام كده بالعربي والإنجليزي وحاجات كده بتاعت مش عارف ايه HRM human مش عارف management human resource management ومش عارف ايه إدارة الموارد البشرية؟ يا عم روح دور اقرا بس القرآن وانت تعرف يعني ايه HRM وتعرف ايه HRM وتعرف تعرف بس خش وتعلم، اتعلم كيف ربنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل الفريق، وازاي بعد 33 سنة حكم نص العالم من أول أسبانيا لغاية الصين. كان شرطي طائرات ولا في السيارات ولا طائرات، وده كله كان تحت قيادة خليفة واحد في الدولة الأممية. فين؟ فين المجد ده؟ فين العز ده؟ احنا نسينا أنفسنا وعلى مرات التانية في جنينة ليه؟ جنيتي واطي ليه؟ ليه ممشيش ولا مسلم؟ وأقول زي الشعب يقول نسب الإسلام لا نسب لي سواه إلا ما افتخروا بقيس أو زميلي. ليه ما أقعدش زعفران روح ما أمشي كده وأقول ولست أماني حين أقتل مسلمة على أي جنب كان بالله مصلحة. ليه ما أقعدش زي عمر؟ عمر دخل بيت المقدس ودخل على أرض سبخة، أرض كلها روبة كده، فنزل من ناقه وقلع النعل وحطه على عاتقه واختمه كده مرقع وداخل على بيت المقدس يستلم مفاتيح القدس. فين عز ده؟ بالبساطة دي، مش باللبس، مش بالمنظر. يقول أبو عبيدة الجراح ويقول له لا أود أن يستشرف القوم أو أن يستشرفوك القوم أن يستشرفوك وأنت كهكذا وأنت ماسك النقة كده وحاطط نقزة النعلة كده شايله كده وحاطط، ما ينفعش، لازم تبقى على رأي الجماعة بتوع النهاردة دول، فين البروتوكول؟ ولازم تبقى ريبريزنتيف وتلبس بقى البدلة والكولونيا وندخل بقى نعمل لك بقى ميك اب كده ونجهزك انت زعيم. مفيش كلام في الاسلام. في عمر الفاروق اللي ربنا جعل كلامه نزل بالقران يصدق ما قاله عمر في كثير من القضايا. عمر الملهم اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان فيكم محدثون يعني ملهمون ولو كان احد لكان عمر. مين اللي بيقول له كده؟ ابو عبيده بن جراح
الرسول أنا أمين هذه الأمة واخد وسام استحقاق بالدرجة الأولى. ما يقدرش عمر يكلمه وعشان كده قال له مح قال له أوه إيه إزاي الكلام ده يطلع منك يا عمينة لو قرأ أحد غيرك لجعلته مكانة كنت عملت فيه سويت فيه. اسمع ماذا قال عمر إن كنا أذل قوم لا إله إلا الله إن كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز في غير ما عزنا الله به أذلنا الله. يا أخوانا عودوا إلى الإسلام اعتزلوا الإسلام اتركوا كلام الأجرة اتركوا كلام الفسقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيدة زينب وقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج. فقالت سيدة زينب متعجبة أنحن وفينا الصالحون؟ معقول؟ اسمع الكلام ده عشان تاخد بالك منه. أنحن أو أنحن وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. خلي بالك لما في فساد والخبث عكس الطيب. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب. يبقى طيب وخبيث، طيب وخبث او خبث. الزنا خبث، الربا خبث، الفجور خبث، سوء الاخلاق خبث، حقوق الوالدين خبث. كان لازم الان نشوف شوف ايه الطيب ده كده دلوقتي. في مين بيقول لك كلمه طيبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة ويقول ويعجبني الفأل. قيل وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. أين الكلمة الطيبة في مجتمعنا في قواميسنا؟ وهو الذي قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. ولما في طيب لازم يعقبه عمل صالح لأن الطيب ده بيحرك كل الشحنات الإيجابية فيه عشان تعمل عملا صالحا. ما فيش طيب في خبيث ولا في ضياع في الديار في الأمم في الأخلاق وفي كل شيء. يا أيها المسلم كلوا من الطيبات شوف أعقابها إيه واعملوا صالحا. مش هيحصل إن الأمة تعمل صالحا إلا لما تاكل الطيب الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك. منين ربنا يستجاب له؟ فيش إجابة. الأصل الطيب. ابحث عن الطيب عشان الأمة كلها تقول وعشان نعمل بما أمر الله عز وجل ونأكل طيبة نعمل صالحا الأمة تجتمع. ولذا قال تعالى بعدها يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وخلي بالك إني بما تعملون عليم. تدبر هذا جيدا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا نسأل الله السلامة والعافية. تمزقوا تفرقوا ربع يدخل يقول له الله ابتعثنا لنخرج العباد عشان عارف قول الله تعالى كن خير أمة أخرجت للناس. مهمة بس إيه علامة هذه المهمة؟ هذه القضايا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذا قال الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يصيبكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لك. فاش صار مفيش في الكلام انا والله انا حر مراتي انا حره فيها بنتي انا حره انا اعمل اللي انا عايزاه
الإسلام فيه من أعلى رأسي إلى أسفل قدمي يحكمني، يحكمني في كلامي، يحكمني في أفعالي، يحكمني في تصرفاتي، يحكمني حتى في مشاعري. يقول لي يا عم الشيخ كلامك ده غريب، يعني ايه احنا ما نعرفش غير الحب؟ حب بس، حب بالذات بقى يوم الحب ده ما تقوليش ده انا لازم حياتي كلها. انت ليه عندكم طاقة الكره؟ ليه انتوا ما تحبوش؟ اقول له هسألك سؤال، انت بتحب الصدق؟ اكيد هيقول اه. اقول له بتحب الكذب؟ هيقول لي لا. هقول له ما تعرفش تقول انا بكره الكذب وانا صعب عليك. انت بتحب العفه والطهاره والنظافه؟ طيب ايه رايك في الزنا والخيانه والغدر؟ ايه رايك؟ تحبها؟ تحب الوضوح؟ طب بتحب الغموض؟ بتحب النفاق؟ طب اسمع كلام ربنا عز وجل، ها؟ واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. لو الرسول مش ورا كل حاجه كان اسقطتم العمل حاجات تطلب المشقه، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه ايه في قلوبكم. وبعدها قال لك ايه؟ وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. ده انت لما كنتش بتكره الكفر والفسوق والعصيان في حاجه غلط. ما هي عرق القضايا انا تحب كل حاجه واحنا كل حاجه والدنيا كلها الكل في واحد وراحت في كل. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. سيدنا ابراهيم ابو الانبياء بيقول لابوه بكل اهله كلهم الذين لم يستمعوا لدعوة التوحيد بلى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. طاقة الحب تبقى لله وطاقة البغض تبقى لله. ازاي؟ كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. أحب. لازم أنت مؤمن عشان تعرف تذوق حلاوة الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. اسمع، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. مش اي حاجه زي ما الرسول قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. بيمتحنوا ربنا واللي بيفتروا على حب الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل في القران الاخلاء الصحاب يوم القيامه بعضهم لبعض عدو. لو صاحبك النهارده بكره مش صاحبك حتى لو قلت ده حبيب الروح بالروح طالما ما فيش تقوى مش عباده. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. دي المحبه والحب المستمر الى يوم القيامه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحب الا الله. اسمع، وان يكره. بعد ما قال يحب ان يكره، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وان يكره، لازم تكره الكفر والفسوق والعصيان، تكره الرده، وان يكره ان يعود الى الكفر بعد ان انقذ الله منه، كما يكره ان يقذف او ان يلقى في النار. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبما فيه من الايات والحكيم. اقول هذا القول استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين كل ذنب تستغفروه انه غفور. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان واقتفى اثره الى يوم القيامه. وبعد، ايها الاخوه الاحبه، اخشى ان اكون قد اطلت عليكم، اختم بهذا الحديث المهم جدا، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ايضا، عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينه، فكان بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. ناس استهموا يعني ضربوا السهام، يعني اقترعوا، عملوا قرعه. ففي ناس جه نصبوا فوق، وفي ناس جم تحت في السفينه. فكلما يجي الناس اللي تحت يطلبوا ميه يعملوا ايه؟ صعبوا الى الاعلى، يجيبوا الميه ويشربوا. فكلش مع الله بتوع ايه؟ تحت. قالوا ايه رايكم؟ لو نصيب في ناصبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، بدل ما نطلع كل شيء ونزعلهم ونضايقهم ونشغلهم، احنا نخرج خرج صغير كده والميه تيجي لغايه عندنا. فلو اخذوا على ايديهم لنجوا، خلي بالك، ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا، وهلكوا ايه؟ جميعا. احنا في مركب واحد، احنا يا اخوانا في مركب واحد، اما نسيب الاخلاق تسوق ونسيب الدنيا كلها تقع، كل واحد يقول انا مالي، وما فيش حد بيامر بالمعروف ونهي عن المنكر، فين؟ فين وظيفتنا؟ فين كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ أين قول الله تعالى فينا؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فين مظلة الإيمان والمؤمنون والمؤمنات؟ بعضهم أولياء بعض، أول صفة لهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ما فيش فلاح لنا ولا في رحمة ولا في استقرار إلا بكل واحد فينا مع أخيه، مع جاره، مع الناس في الشارع. كلنا نبحث عن الفضيلة، نبحث ان احنا نتعلم كل يوم شيء جديد، نبحث ان احنا نرتقي، كما قال امير الشعراء: انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. لو راحت الاخلاق الامه كلها تروح، وما فهمناش يعني ايه اسلام ولا فهمنا ايه مهمه الرسول عليه الصلاه والسلام الذي قال: انما بعثت حصر قصر ما يكفي، انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لدرجة إن إحنا من هذا السوء، الناس نفسها مش قادرة تصور الإسلام، مش قادرة تقتنع، لأن شايف المنظر مش ممكن يكون دول الكلام بيقولوا حاجة والقرآن بيقولوا حاجة والرسول بيقولوا حاجة وهم حاجة تانية خالص. شوارعهم وأخلاقهم ومشيتهم وأعمالهم وحاجات مش طبيعية، كلها بسبب الخبث. إذا كثر الخبث أنحلك أو أنحلك وفينا الصالحون، وفي صالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، شو البعث فأكثروا فيها الفساد؟ عكس الإصلاح والصلاح. خبث أهو، شو بعدها؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لا إله إلا الله، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ايه؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. اسمع يا اخي، لعلهم يرجعون يتوبون يرتدعون يتضرعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تيجي المصائب دي كلها والبأس ده، مش نتضرع نرجع كمان حكايه في طمس على القلوب، لا، لازم نرجع
كل واحد يروح يبكي شويه والله يبكي يا اخوانا يقفي يقعد على نفس الغرفه يقعد يعيط يقطع ما ينسبش القرى الا ما يبكي. الرسول يقول لا اله الا الله وفزع ولسه واحد والكلام ده بعد 1400 سنه حصل ويقوم صلاح من هزوت يصلي. محتاجين يا اخوانا عشان ربنا يمشي معانا الغرمه الغرمه مش معانا اللي احنا فيه ده اخوانا عايزين نتوب الى الله نرجع نهرع الى الله يا رب ملكش غيرنا. ليس لنا من دون الله كاشفه مش عايزين حكاوي وقهاوي عايزين التسبيح والذكر. ربنا عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكما قال اهل العلم ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. نتوب الى الله توبوا الى الله توبه نصوحه. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه يقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ابتغاء وجهك الكريم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل واسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون أكبر.